التحول الرقمي الذي يشهده قطاع الصحة بدأ يأخذ مجراه الحقيقي في المؤسسات الاستشفائية، حيث سيتم إطلاق تطبيقات جديدة في الأيام المقبلة لتسجيل ومتابعة المخزون بهدف تمكين مستخدمي الصحة من الإطلاع على تسيير مخزون الأدوية والتعرف عن الاحتياجات الحقيقية لكل مؤسسة استشفائية في الوطن من أجل تغطية الاحتياجات. يمكن للتكنولوجيا أن تساهم في إدارة مخازن الأدوية بطريقة دقيقة وعلمية، وهذا بتسيير المخزونات واللوجستيك، بمعنى العمل بطريقة تجعل منه قادر على تلبية طلبيات الزبائن أو المستعملين في كل الأوقات، وهذا هو المطلوب من هذه التطبيقات. وهذا يعني أن المخزون يلبي احتياجات في ظل ظروف اقتصادية وعقلانية. هذه التطبيقات ستسمح في حال نفاذ المنتوج لدى الصيدلية المركزية باقتناء الأدوية في إطار التبادل، كما تعمل بجميع وظائفها على تنظيم وتسيير ومراقبة المواد المنتهية الصلاحية وتجنبهم تهريب بعض المواد خارج المؤسسة الاستشفائية. هي مراقبة البضائع الواردة والصادرة، ثانيتها مواعيد التسليم والتحقيق من موثوقية الموردين، كذلك تقييم نوعية البضائع وهي النقطة المهمة، وهي تنسيق عملية إدارة المخزون مع الإدارات اللي هي مستشفيات الصيدليات المستشفيات. أزيد من 80,000 طلب عبر المنصة الرقمية تم تلبيتها لتزويد المؤسسات الاستشفائية بالأدوية والمستلزمات الطبية، حيث أن أثر الرقمنة في قطاع الصحة سيكون فعالاً من ناحية التنظيمية، لأنه سيساعد على الاستغلال الأمثل للموارد المالية، إضافة إلى عامل ربح الوقت والتخلص نهائياً من استخدام الورق في الوثائق الإدارية.